داخل الأنهار يعيشون، وفي وسط الأوحال يمشون، وفوق السطوح يستقرون، ومن سطح لآخر يتنقلون. Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lies. Don't give in without a fight. كلها ديارنا بالمية بالملوس، الراجل الكبير نكركروا فيه من مية، الفراشات كلها المية والطبعة، قولوا لنا شنو وين باش نمشي؟ احنا كما قندية بوسالم، معتدية كاملة ضرت مشات، ما بقى فيها حد شيء، ناقصها عبد الباسط عبد الصمد باش نجيبوا لهنا يقرا على معتمدية بوسالم، معتمدية بوسالم مشات ما بقى فيها شيء من شمالها لجنوبها. وين باش نمشيو؟ احنا تو وين باش نمشيو؟ قاعدين نعيشوا من السطح للسطح، الناس مرضى بالبرد، الناس مرضى بالفدة، التونسيون، السكر، معناها الريحة نتاع الواد، الصغار تقرا فوق السطح، فهمتني؟ نرقدوا فوق السطح هكا تتفرج كيفاش، يعني الوضع نتاعنا معناها سيء على الاخر. في الكونفرنس دو بريس اللي عملها مع زياد كريشان ومع سفيان بن حميدة ومع ابراهيم البوغامي. سي رئيس الدولة غلط في عاد يقول الثلجية نتاع عندرام قال الفيضانات، يعني في الكونسيونس تاعه هو موجودة فيضانات، يعني المعلومة عندهم هما. قبل ما سمعت الكلمة هذا وأنا مش نحكي على البلاد كاملة. لا معناتها تهتم بينا الصولات، لا يجيبوا لنا حاجة، بوشاتنا ما نلقوهاش، تمشي في الماء، اللي نهزوا نهزوا واللي نخلوا نخلوا. هنا تتعطل لغة الكلام، وهنا يطلق الإنسان صيحة تجاوزت الخوف والألم، وهنا يقف الإنسان لا حول له ولا قوة أمام فيضان جرف الثمين والرخيص، وأتى على الأخضر واليابس ليضيع شقاء العمر في لحظة من الزمن، وليعيش أهالي منطقة بوسالم ومجاز الباب أحلك أيامهم، ويذوق الأهالي ويلات الشتاء وسخط الأنهار والوديان، ولتصبح حياتهم حياة كر وفر مع الكوارث. ديار مضرورة، مؤسسة تضرت، محل تجاري تضرت، شنو بقى فيها معتمدية بوسالم؟ بوسالم الكل غرقت صحيح، أما حي الخليج غرق وغرق وغرق، شوف مستوى الماء أختي دور شوف، شوف. ما هوش 20 سنتي وما هوش 50 سنتي، 4 متر و 5 متر في الماء، جد بيع 4 متر و 5 متر في الماء، هذي أبو سالم تو كيفاش تعيش؟ 2 متر 20 على الأقل، 2 متر 30، شوف المعون، شوف الحالة اللي لهنا، احنا كل عام كان سبت مطر يا ربي الماء باش يطلع، كان جاي ماء من الجزائر كيف كيف، بقينا كل عام واحنا مهددين، لا عطاونا رخص باش نبنوا، لا شافوا لنا حل، لا نقلونا من الحومة. ما رانا حتى حاجة! شنو ريت انا اللي بوسالم ما رانا شيء! شيء ما رانا تفضح من ياكلتو نايره عند التقييم الدول ما تفضحوش ما نعرفش الحليب تو انت ولدي ما باش يموت ياكلوش الحليب ما تشوف المعيش وعمرها 20 يوم ليه انت هكا انت فوق الصحاب ما تهدين بالماء هاك واش تعمل في بوسالم انت من اول شيء دخلت لهنا اول شيء وبارك الله فيكم الحقيقه اللي تشوفوا فيها هيك قدامكم الناس مش تكتبها مش تقرايتها مش تعمارها باش بنت هذيا الناس سلفت باش بنت بالحجرة تويك كبر الحياة مشيت بوسالم مشت بكلها بوسالم شوف فيها هذه مشت بيوت سقطت ثم واحد مابل متاع الناس سقط خلاص دبش ما عادش فيه ثم أرواح بشرية ثم مبات والعراء فوق السطوحات أشكون عليه شي مش مؤمنين مش مسلمين ها عليهك عليه على الاقل فلوكة بس تقضنا ما نقضناش كلنا من دي موديست فامي بو نخدم علينا اميتنا خدموا علينا تعبين يعلم بينا ربي نحصلوا دويرة اون فان دو كونت شوف الماء ما خللنا شيء حشنا بحل. الخسائر كانت فادحة، فسنوات الكد والجهد ضاعت، والحياة أصبحت قاسية، وبقايا الأثاث شاهد على هول المصاب. Out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me?
I'm coming home. اللي فيها بلاد بوسالم هذه من عام 2000 جاتنا الفيضانات الاولى والثانيه والثالثه وكل يوم حل وكل يوم حل والناس تحكي علينا ال 180 سنتي و 60 سنتي او نيفو الماء اختي 280 هاني كتبتي والله راقي ودبلوماتي هذه بلاد هذه شنو نعمل انت وشكون يعوضهم لي هذوم شكون يعوضهم لي وشكون جاي طيارات طايش علينا في الشكاين في وسط الماء ماناش جواع ناكلوا في احسن من النهارات اللي عايشين فيهم عادي مناش نستعطوا في حتى حد معه ولا نسترجوا في حتى حد منكوبين ديما منسيين اللي يتعدى المسؤول اللي يجي يتلهوثوا عليه يزرعوا له النوار ويعملوا له الغازون البلاد لاباس عليها الناس كل بطاله نمشي نعوضوا على واحد بيبان باوتت احجيزه تنحى نمشي نعوضوا يا ذا اش هي يجي مشد شكون باش يعوضهم لي والمسؤول يجي الاولويه البوسالة مش معنى منها الكلمه هذه ونقول لك حاجه تونس انا مش نوقفوه نخرجوا الميلوسي من ديارنا وباش نصعدوا المواقع الناس كل حاجرتنا الناس الكل ونحن رانا بلادنا عايشه منها الجمهوريه التونسيه قمحنا عايشه منه الناس برجاتنا تشرب منها الناس خميرتنا تاكل منها الناس في الخبز بقرنا تشرب منه الناس في الحليب السكر من باجه الجندوبه وانت ماشي تو كي نوقفوها الدنيا هذه الكل تجوع الجمهوريه التونسيه وتو نشوفوا يعيشوا من غير بوسالم ولا لا 22 دار كلها تتعب بالماء فهمتي نطعوا للسطح نطعوا دار جيراننا معناتها تزت حزه جيراننا بعد مشات لل نتاع الشباب هذيك كل ديما كيك ديما يجينا الماء ونحن تو مدار مليانه بالماء ونحن في السطح سته في العيله ونحن نرقد فوق بعضنا يعني وتقتل العشاء تقتل بالماء تي من عام 83 وحنا نعيشوا في الوضع هذا هكا ترى الماء كيفاش داير بينا ما نجموش ندخلوا لديارنا وحنا نعيشوا من السطح لسطح فهمتني اكد دخلت شفت الدار كيفاش وشتيح علينا المره الاخرى جاتنا اللجنه قالوا لنا ما عادش تدخلوا تحت الدار هذه خاطر راه في خطر 22 دار نفس الحاله اللي عايشوها لو فوق السطح ما عندهمش لعبات جا عنده رواج باش يبني فوق السطح ما عندوش باش يبني اك تشوف فعشش فعشش نبنوا فيه اك تشوف البيت كيفاش منها كوجينا منها بيت تاع اربع من الناس عمري 25 سنه بات بجنب بابا من وقت صبيه بجنب بابا انا طيبوا فيها انا تواليت كيفاش معناها تصبرنا وهاوين وكلوك يعني كيفاش المسكوكة نغمو كان بالماء معناها كبيرة برشا برشا شوف كيفاش فينا عنا فينا نطيبو هاو قدامك تفرش كيفاش هاي البيت هذي كيفاش تعد بشة طول هذي ازاي البيت هذي طول واحد نباتوا فيها نطيبو فيها كل شيء فيها هذا يوصل الإنسان باش يكمل مستقبله ولا لا ما نتصورش مطالبهم واحدة وغايتهم إنقاذ أرواحهم وأرواح صغارهم فالكارثة حلت وتحل سنويا كضيف ثقيل فلماذا لا يكون هناك حلا جذريا مشك حتى السلطة باش الاخر يهزلك المورال تاعك يكلمك يجاوبك يحكي معاك ويقولوا او 15000 طن جاب 15000 طن يعني ما جاتنا حتى إعانة وما حشناش باللعنات ما حشناش باللعنات ذري ذاعت وعمناول في الثورة مقروش السنة في ذنات وثلج مقروشي شوفوا لنا حل ما كانش راهي باش تقف البلاد طالبين من الناس اللي شافوا 6 سنتيمتر يجونا تو الجور يشوف 6 سنتيمتر اذا كان هذيك 6 سنتيمتر اني لا نقرا في البريمير اذا كان اني لا نقرا في البريمير يعرف لي 6 سنتيمتر راك في البيت وين الوين وين الصوره وين فلاحه هاك تشوفي توا قدامنا القناه هذيك الكل هذيك اراضي زراعيه وعندنا من هنا ثم اراضي سقويه ثانيه اللي الحاكم صرف عليها ارض سقويه معناها مكتعرفي معناها التكلفه نتاعها غاليه ياسر وهاك تشوفي ما كاين الماء اللي طالبينهم الحكومه هذيا لا طالبين لا مساعدات لا اعانات لا مقارونه لا كسكسي لا محمصه اللي قاعدين يهمشونا به منذ العهد القديم احنا اللي حاشتنا به حل نهائي باش تنقص علينا الفيضانات هذه كما قال سي الوزير الاول امس
في بوسالم قال ان شاء الله نلقوا لها مساعدات. لا يا سيدي، يلزم تلقى لها مساعدات، ويلزم بوسالم نهائيا كما قالها في العهد السابق، قال ما عادش نحب نسمع فيضانات بوسالم. ان شاء الله الحكومه هذه تقول ان شاء الله بوسالم تنتهي من هالكارثه هذه، ويعملونا سد، خاطر راهو الحل باش ينقلونا وكذا. راهي الناس عندها املاك وعندها ارزاق. رئيس الحكومه جاء البارح، نحن بوسالم الكل احتجزنا المعتمد وزوز معتمد تاع بلد ابو عوان ونتاع بوسالم، احتجزناه لغايه اللي نفسي يقوم. علاش مشينا رئيس الحكومه؟ جاء رئيس الحكومه تعرفش عمل خير، قالوا له جماعه النهضه، قالوا له جماعه النهضه جدي بيا جدي بيا جماعه النهضه، قالوا له راهو نحن عندنا سلاح. اسكو نحن بوسالم هذوما عباد عندهم سلاح؟ عباد ما عندهاش تاكل من الزجر مش عندنا سلاح. Out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Your heart, I'm coming home. Too high.